اهلا بيكم في فيديو جديد مع مهندسة ديكور لميا حسن. تعالوا النهاردة في محل جديد نتكلم عن ازاي نفرش بيوتنا. وحاجة هنا لطيفة لقيناها هو الثري دي وول بيبر او الورق الحيط اللي هو الثري دي، وهو فعلا من بعيد شكله كأنه فعلا حجر، انما هو في ملمسه عادي جدا زيه زي اي ورق، وده حاجة بتضيف جمال للبيت. وهنلاقيه برضو قدام هنعمل عليه هايلايت مرة تانية. هنا المكاتب الترانسبيرنت اللي محطوط فيها الازاز بتبقى هايله جدا. ليه؟ لان المساحات معظم الشقق صغيره او معظم الاوض بتاعه ولادنا بتبقى صغيره شويه، فلما بيكون في الازاز فبيدي مساحه اوسع للمكان وما بنحسش معاه بالكركبه. لما بنحط المكتب بنحط معاه كرسي مناسب للالوان بتاعه الديكور، وكمان يا ريت الاباجوره كمان تبقى مناسبه. هنا المحل معاصر جدا، كل حاجه فيه يعني حديثة في الديزاين بتاعها. فهنلاقي كمان اللون الاسود منتشر قوي السنة دي، وحط هنا اللوحة برضو جميلة ومناسبة قوي للمكان. لو بنفرش اوضة تانية زي الليفنج روم برضو، هنا استعمال السكشن الجلد، وقلنا الجلد لو مش جلد طبيعي ما نجيبوش لانه ما بيعيشي، بيتبهدل بسرعة قوي وبيتاكل، فمفيش داعي خالص ان احنا نجيب جلد الا اذا كان جلد طبيعي. وحتى الجلد الطبيعي برضو بنحتاج ان احنا صيانة، ومحتاج مش عايز اطفال ولا حتى حيوانات اليفة جوه البيت، لان ضوافرهم بتبهدلوا، والاطفال طبعا احنا عارفين ان هم بيبقى كل حاجة معاهم مش سهلة. هنا ممكن قوي لو الأوضة مش كبيرة بنعمل حرف ال مريح السكشن، وبنجيب أباجورة حلوة على الأرض، وبنستخدم برضو إضاءة في السقف. الناحية التانية من الفرش بنحط كرسي وبنحط ترابيزة في النص، والمسافة ما بين الترابيزة والسكشن بتبقى يدوب تعدي إنسان، ولما تقعد على الترابيزة يبقى سهل قوي انك انت تاخد الحاجة او تحط كوباية شاي او كده وتبقى قاعد مرتاح، ما تبقاش الترابيزة بعيدة قوي. فدي هي المسافة المنطقية اللي بتتحط ما بين الترابيزة الوسط والسكشن. هنا كمان لو دوت مكان اللي هنحط عليه تلفزيون، لو دي قاعدة تلفزيون فما فيش احسن من كده ترابيزة للتلفزيون. وزي ما قلنا بما ان المكان ضيق او مش واسع قوي، فاي حاجة ازاز بتضيف هنا مساحة وبتضيف وسع كتير قوي للاماكن الضيقة. تعالوا نشوف اوضة بعد كده. دي الاوضة التانية اللي معانا النهاردة، وهو تقريبا نفس السكشن. بقد ايه هو مريح؟ بناخد بالنا قوي من العمق بتاع الكنبة، يعني لما تبقى قاعد لو العمق صغير مش هتبقى مرتاح، انما لما بيبقى كده طبعا دي بتبقى قاعدة مريحة قوي، في خصوصا القاعدة لو كان في تلفزيون او محتاجينها لراحة اعلى. طبعا هنا الترابيزة عبارة عن مرايات، والمرايات هنا بتوسع اكتر كتير كمان من الازاز لانها بتضبل اي مساحة. الفازة مهمة او ان احنا نستخدم اكسسوارات كويسة، هي دي اللي بتدي فعلا الروح في المكان. اللوحة اللي بنحطها بتبقى مهمة دايما، الارتفاع ما بين اللوحة هنا يمكن حطيتها عالية شوية، المفروض انها تنزل شوية صغيرين بحيث ان نص اللوحة تيجي في اتجاه نظرك بالظبط. هنا بما ان كل حاجة رمادي في الأوضة فحط لون هنا لون بنسميه اكسنت يعني او بوب كولر، علشان يدي حيوية عالية قوي للأوضة ويغير الحياد التام اللي موجود في الرمادي. السجادة استخدمها صغيرة شوية، انما الخامة بتاعتها حلوة قوي وعاملة شغل حلو قوي في المكان زي ما احنا شايفين كده. نشوف برضو أوضة تالتة. تعالوا نتكلم هنا على أوضة النوم ونشوف. هنا أوضة نوم برضو بالألوان المحايدة، أحسن حاجة نفرش بيها هو اللون المحايد في كل حاجة، ونحط لون مختلف في الأكسسوريز بس. هو هنا ما زودش قوي في الألوان المختلفة، حطها في واحدة بس، والباقي كله أبيض مع الجراي اللي هو موجود دوت. وحط السجادة كمان هنا، السرير لونه رمادي والسجادة البيج اللي داخل على الرمادي، مش في اتجاه تاني، فبيكمل بعض. طبعا البنش من الحاجات المهمة قوي اللي احنا نحطها في اوضه النوم لو في مساحة كفاية، لانها بتساعدنا واحنا بنلبس.
وكمان بتبقى برضو مريحة كتير، بس المهم انها ما تكونش عريضة قوي لو الأوضة صغيرة. هنا برضو الكومود اللي محطوط لازم يتناسب مع مساحة السرير، ولو الأوضة صغيرة بأي حاجة بنحطها فيها مرايات بتخلينا أحسن كتير، بتكبر المساحة بتاعتنا. الدريسر بتاعنا هنا حلو وعملي، والادراج فيه هنا برضو السوفت كلوز بتبقى مريحة قوي في الاستعمال وبتبقى عملية كتير. المهم هنحط ايه هنا اكسسوارز، فده بقى حاجات على حسب اختياراتنا احنا، فازات، اي حاجة بتخلي المكان احلى. مهم قوي الاكسسوارات ان احنا نحطها وما نتغاضاش عنها في الاوض بتاعتنا وفي الديكور بتاعنا. الاماكن المربعة والاماكن المدورة بنستخدم، او حتى الاماكن المستطيلة بس الضلعين قريبين لبعض في المقاس، واحد اكبر من واحد، حاجة بسيطة. احسن حاجة نحطها في ترابيزات السفرة هي الترابيزة المدورة. الحقيقة الترابيزة المدورة فيها مزايا كتير قوي. من المزايا دي انها بتجمع الاسرة فعلا، ما بيبقاش حد بعيد عن حد، الكل بيبقى ملموم حوالين المكان المدور ده، فبيبقى حلو قوي. طبعا الازاز مميز جدا زي ما قلنا في ان هو بيدي وسع في الاماكن الصغيرة، بس الحقيقة هو محتاج نظافة كتير قوي خصوصا في ترابيزات السفرة، فهنا دي برضو نقطة حبيت ان انا الفت نظركم ليها. طبعا لو احنا برضو هنحط ترابيزة باربع كراسي يبقى ده مساحة معقولة، حتى ترابيزة زي دي ممكن تاخد خمسة، فاحنا لازم ناخد بالنا هي هتاخد كام ترابيزة كام كرسي، واحنا محتاجين كام كرسي عشان العيلة كلها تقعد. برضو الاكسسوارات هنا حاجة مهمة انها تكون ماشية مع لون الكرسي. هو حط هنا كل حاجة رمادي في المحل هنا دوت ذوقه، انما طبعا احنا ممكن نحط تاتش لون مختلف على حسب احتياجاتنا احنا. لو في سجادة هنا في الترابيزة في الأوضة دي عايزين نحطها، يا اما هتكون مدورة يا اما هتكون مربعة او تكون مستطيلة، بس برضو ما تبقاش الطول بعيد عن العرض، وده اخر اختيار لي. يا ريت نخلينا في المدور احسن مع الترابيزه المدور. تعالوا نشوف اوضه كمان، تعالوا نشوف اوضه الليفنج. هنا برضو استخدم ال 3 دي وول بيبر او الورق الحيط ال 3 دي اللي هو تحسه ان هو حجر فعلا، انما هو برضو مجرد ورق حيط. هنا محتاج قاعده اكبر شويه، فاستخدم السكشن بتاعه حرف يو علشان ياخد ناس اكتر. بالنسبة للترابيزة المساحة اللي في النص ممكن تاخد ترابيزة مربعة، انما طبعا الترابيزة هنا المستطيلة هتخدم ناس اكتر لانها تخدم لغاية الجزء ده، فهنا اختار دوت طبعا احسن كتير. برضو فيها جزء ازاز بيتحرك، يعني ممكن يتحرك ويخدم حتة تانية وممكن لا. برضو المرايات على الجناب ودوت رخام مدي شكل جميل قوي للأوضة، وعامل شغل كويس مع السجادة. لو خدنا بالنا من السجادة مقاسها هنا مثالي جدا، لانه واخد كل الرجلين بتاعة الكنب تحتها وداخل كمان لغاية نصها. هنا الاكسسوار اللي حطوا على الحيطة بيتماشى بيدي لون حلو للمكان اللي احنا قاعدين فيه، بدل ما يبقى كله ابيض حط اللون الازرق هنا، ودوت فعلا ماشي معاه وعامل شغل كويس جدا معاه. يا ريت لما يبقى فيها عندنا حاجة كده ما تبقاش مجرد واحدة بس، انما الاحسن ان احنا نحط كمان على الترابيزة لو في سايد تيبل نحط عليها حاجة نفس اللون علشان العين تتحرك اكتر في المكان. تعالوا نشوف كم من اوضه. هنا في اوضه النوم لو الاستعمال هنا لشخص واحد ما بنحتاجش طبعا اتنين كومودينو، فبنحتاج واحد بس. وبناحية التانية بنحط يا اما فازه حلوه كبيره، يا اما زرعه كويسه، يا اما مثلا اباجوره زي اللي احنا شايفينها. هو هنا كل حاجه كونتمبرري واندستريال، فدي حلوه قوي الاباجوره برضو مع الشغل اللي هو حاطه. فوق السرير يا اما بنحط مرايه يا اما بنحط لوحه كويسة، المهم ان احنا ما نسيبوش فاضي. والناحية التانية هنا دي ده الدريسر، فمساحته حلوة جدا والدراج فيه بتخدم كل الاحتياجات بتاعته. طبعا لو احنا هنحط مراية مش هنحطها عالية كده، لازم نحطها واطية لانها
احنا محتاجين المراية في ان احنا نلبس ونشوف نفسنا، فدي بتبقى عالية قوي يا دوب شايفين وشنا فيها. بس بالنسبة للاكسسوارات هو كل حاجة هنا الاوف وايت حط معاها خامة مختلفة زي الفرو، والخامة التالتة اللي هي بتلمع دي الترتر برضو فيها شغل كويس، وحط شكل تاني من انواع الفرو هنا، وده برضو بيدي لمسة حلوة قوي في الأوضة. بالنسبة للسجادة، السجادة المفروض انها على الاقل بتاخد جزء، سجادة هنا صغيرة شوية المفروض انها تكبر شوية وتدخل لغاية حتى، يعني هو المفروض انها تنزل لغاية تحت لغاية الكومود، بحيث ان اللي ينزل على من على السرير ينزل برجله على السجادة، فده المقاس المثالي في اوضه النوم للسجاد. طبعا ممكن نحط كرسي كده علشان تبقى مثلا للريدنج او عشان القرايه او عشان نكمل لبسنا لو ما كانش فيه مساحه كفايه للبنش لو الاوضه صغيره قوي. تعالوا برضو نشوف اوضه تانية. هنا دي اوضه نومه مختلفه، اوضه نوم مختلفه عن بقيه المحل شويه، لان هنا اللون البني المحمر ولون جميل جدا جدا اللون الزان، ومع ان هو الخشب قرو لانه محمر شويه. وهنا استخدم برضو اباجوره ممكن نحطها كده لو مش هنحط الكومود هنا، والكومود صغير شويه لو احنا نكبره برضو هيبقى كويس، ممكن نحط نفس الشكل وممكن نجيب شكل تاني فبنضيف خامة ولون جديد للأوضة، وده بيبقى احسن كتير في التصميم. لو نلف مع بعض في الأوضة هنلاقي ان السرير فعلا شكله جميل، و الخامة بتاعته والشغل اللي فيه فعلا ديزاين مختلف، وحطته هنا برضو في الشفنيرة بتاعته او الدريسر بتاعه. والاجمل هنا هي المراية الحلوة قوي ديت، لو احنا نقرب بالكاميرا ونشوفها فعلا تصميمها مختلف، وبنحتاج جدا في أوضة النوم ان احنا مراية بالحجم الكامل كده، لانها فعلا بتبقى ممتازة وبتخلي بتبقى عملي جدا في الأوضة. هنا برضو في أوضة سفرة حلوة ماشية بنفس طريقة الخشب، وعلى حسب يعني هي دي فيها ميزة اللي هي الإزاز عامل شكل ومدي واسع لأنه ترانسبيرنت يعني شفاف، انما صعب تنظيفه، فيعني خدوا بالكم كتير لو الحاجة بتستعملوها كتير هيبقى محتاجين ناخد بالنا من موضوع التنظيف ده بالذات. هنشوف نشوف بقى اوضة النوم هنا لاولادنا. السرير اللي هو الحجم دوت بيبقى مناسب قوي اللي هو الفول اللي اكبر شوية من المتر، بيبقى حوالي 120 عرضه، ولو عايزين كومود واحد او اتنين براحتنا بدم هي اوضة لفرد واحد. وازاي نجمل الموضوع اكتر من كده، هو مش حاطط اكسسوارز كتيره، بس احنا ما ننساش لازم حاجه نحطها فوق السرير، لازم برضو حاجه نحطها زي ما هو حاطط هنا، ولوحه كويسه لو في دريسر زي دوت لازم نحط فيه لوحه علشان تخلي الشكل احلى كتير. هنا برضو دي اوضه ليفينج صغيره، فحاطت كنبه واحده، ممكن احنا هنا لو الاوضه فعلا صغيره كده ممكن يا اما يكون سيكشن اللي هو حرف L، يا اما يكون في كرسي هنا كمان او لاف سيت، بس مش نفس الشكل بالظبط لان قلنا موضوع الطقم دوت ما بقاش لطيف قوي في الفرش. الترابيزه زي ديت حلوه في انها بتخدم، ممكن قوي ناخد ديت ونحركها لما يكون المكان اوسع من كده. بما انه حط رمادي هنا هوت فممكن يجملوا باللون النبيتي، لان الرمادي لون محايد فما فيش اي مشكله انك تحطي اي لون مع الرمادي، بس المهم ازاي تنشري اللون وتوزعيه في الاوضه. دي برضو ترابيزه للتلفزيون هايله جدا، او مكتبه تلفزيون حلوه ان احنا نستخدمها في اوضه زي دي. برضو في الناحيه الثانيه هو هنا محتاج كنبه وسرير في نفس الوقت، فهي الكنب دوت بيبقى معمول كده بيبقى عريض قوي زي ما احنا شايفين، فبالتالي بالليل ممكن يشيل دوت وينام عادي جدا، يبقى اوضه عاد وفي نفس الوقت اوضه للنوم. وحط معاها كرسي، وهنا ممكن نحط ترابيزه تلفزيون او مكتب او على حسب احتياجنا احنا في الاوضه نفسها. تعالوا كمان في اوضه سفره صغيره نروح نشوفها.
الترابيزة دي هايلة، ترابيزة حلوة جدا للسفرة. زي ما قلنا بنستخدم الترابيزات المدورة، يا إما في مكان مدور أو مكان مربع أو مكان مستطيل، بس ضلعينه تقريبا يعني قريبين من بعض في المساحة، يعني مثلا 3 في 4، 3.5 في 3، فممكن قوي في مساحة زي كده نستخدم ترابيزة مدورة. على حسب اللي احنا العدد الأفراد اللي احنا عايزينهم بنستخدم الكراسي، وبنجيب الكراسي بتاعتنا. هنا استخدم اللون البني ومعاه الأصفر الموسترد، دوت جميل جدا، لايق جدا في المكان. شوفوا هنا الاكسسوار اللي حطه قد ايه حلو، قد ايه حلو فعلا. وده على فكرة سهل انك انت تعمليه دي اي واي بنفسك. لو هو مكلف قوي فاحنا ممكن يتعمل بنفسنا. برضو هنا اوضة الليفينج، هنا اوضة حلوة جدا. السكشن هنا عريض جدا علشان يبقى مريح اكتر، يعني العمق بتاعه فعلا كبير، وبرضو بيبقى حلو في النوم. لما بيكون السكشن عريض وكبير كده لازم بنجيب ترابيزة الوسط صغيرة، يعني النسب لازم تمشي مع بعضها. ما ينفعش ان احنا نجيب حاجة كبيرة هنا وبعدين نحط ترابيزة صغيرة قوي في المكان ده. طبعا هنا لازم نحط لوحات على الحيطة تتناسب مع المساحة اللي احنا شايفينها، وبتبقى حوالي 1/3 من العرض بتاع السكشن. وبنحط ترابيزة للوسط. طبعا الزرع الاخضر ده من اهم الحاجات اللي لازم نحطها في كل اوضة عندنا، خصوصا في الليفينج، لانه بيدي فعلا شكل وبيدي شياكة عالية جدا. وكمان الاباجورة بتبقى فعلا ممتازة، ومن الحاجات اللي بتدي حلاوة جامدة قوي لاي اوضة. و زي ما احنا شايفين المحل مفيهوش حاجات كتير قوي وكله معاصر جدا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع مهندسة الديكور لمي حسن.